إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيطيب لي أن ألتقي مع إخواني في مقر هذه الجمعية التي نسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء ومن لا يشكر الله ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله فنشكر لهؤلاء الإخوة القائمين على مثل هذه الدورات وعلى من رخص لها وساهم فيها فجزاهم الله جل وعلا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهم هذه الكلمة التي نتذاكرها في هذا العشي تتعلق بأثر جليل عن خليفة من الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل فإن أجابه أو ارتحل أو إلا ارتحل وهذا يدل على أهمية العمل بالعلم كما أن العلم مهم جدا في حياة المسلم فإن العلم هو أعلى المطالب وأغلى المكاسب التي يحرص عليها المسلم في حياته فمن أراد الله به خيراً فقهه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالخيرية في تعلم العلم ولهذا المسلم يحرص عليه في حياته وفي جميع أيامه يحرص على تعلم العلم والأخذ منه لينال تلك الخيرية التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وهو شرف لصاحبه فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه ونوه بشرف حملة العلم وأهله فقد قرن جل وعلا شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود وهو الشهادة بوحدانيته سبحانه وتعالى فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فهذا فيه بيان لشرف وفضيلة ولبل أهل العلم إذ قرن الله جل وعلا شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود وإذا قرأنا كتاب الله جل وعلا نجد ربنا سبحانه وتعالى نوه بفضيلة أهل العلم في آيات كثيرة وميزهم عن غيرهم منها قوله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون من قول الله سبحانه وتعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب
ومنها قوله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ففرق بين صاحب العلم وغيره، والله جل وعلا في كتابه يبين هذا التمييز والفضيلة الحاصلة لمن تعلم العلم الذي هو نور لصاحبه وضياء يمشي به في الظلمات. فإن الله جل وعلا لما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب وكذا السنة وهو هذا العلم، أوحى إليه وجعل ذلك نورا، قال: نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ففيه الهداية وهو نور يسير به العبد في ظلمات الجهل. ولهذا كما قلت آنفا يحسن بالمسلم أن يحرص على تعلم العلم وأن يبذل الوسع وأن لا يدع يوم من الأيام يمر عليه لا يحصل فيه شيء من العلم. ولهذا عد العلماء يوما يمر على المرء لا يحصل فيه علما عدوه يوما خاسرا، لأن من مطالب المسلم في يومه الحرص على العلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه بعد كل صلاة فجر يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذا التكرار منه لهذا الدعاء بعد كل صلاة غداه يدل على أن من مطالب المسلم في يومه هذه الثلاث، والتي منها العلم، وبدأ به صلى الله عليه وسلم لأهميته قبل العمل والرزق، فقال: اللهم إني أسألك علما نافعا. الحديث والعلم الذي نتكلم عنه أيها الإخوة الكرام هو علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. وهكذا إذا أطلق في النصوص الشرعية العلم مطلقا غير مقيد فإنما يراد به علم الكتاب والسنة، العلم الذي يورث صاحبه الخشية من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الذي امتن الله جل وعلا به على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال له: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. العلم الذي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه فقال له: وقل رب زدني علما. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه جل وعلا العلم ويسأله المزيد منه، كما في الحديث السابق كان يقول بعد كل صلاة غدا: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. يسأل ربه العلم النافع ويسأله المزيد منه، وزدني علما، رواه الإمام الترمذي. العلم الذي هو ميراث نبينا، إذا أطلقنا العلم وذكرنا فضيلة العلم وأهله فالمراد به العلم الذي هو ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه، هذا الذي كان عنده وهذا الذي تركه بعد موته عليه الصلاة والسلام. فقال أيضا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. قال في رواية عند الحاكم: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. دخل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوما السوق فقال: يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم، وأنتم هاهنا ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين هو؟ قال: في المسجد. فذهب الناس سراعا إلى المسجد، وقف أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينتظرهم، فرجعوا إليه فقال لهم: ما لكم؟ فقالوا: يا أبا هريرة، إنا أتينا المسجد ودخلنا فيه فلم نجد فيه شيئا يقسم. قال: وما وجدتم فيه أحدا؟ قالوا: بلى، وجدنا فيه قوما يصلون وقوما يذكرون وقوما
يذكرون الحلال والحرام، فقال لهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ويحكم، ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. القوم الذين يصلون، والقوم الذين يذكرون الله، والقوم الذين يذكرون الحلال والحرام، هذا تذاكر للعلم، ذاك هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، الميراث الذي حري بكل مسلم أن يأخذ منه. فأنتم تعلمون جميعا، أحسن الله إليكم، أن المرأة إذا مات وترك تركة فإن الذي يرثه هم الورثة فقط، هم الأحياء من ورثته من بعده فقط، هم الذين يرثون. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتركة التي هي معروفة عند الناس لم يترك شيئا يورث، بل بين عليه الصلاة والسلام أن من خصائص الأنبياء أن ما تركوا صدقة ولا يرثه الورثة من بعدهم. لكن الميراث الذي تركه ويأخذه كل واحد من المسلمين من بعده هو هذا الميراث العظيم الذي هو وحي الكتاب والسنة، الذي هو العلم الشرعي. فكل مسلم له أن يأخذ من هذا الميراث، بل يجب عليه في أحواله أن يأخذ من هذا الميراث تعلما له وعملا به. فإن المسلم يحرص على هذين الأمرين: التعبد لله جل وعلا بتعلم العلم أولا، والتعبد له بالعمل به ثانيا. فإن المكلف الذي يسير إلى الله وإلى الدار الآخرة فإنه لا بد له من علم مع عمل، ولا يكتفى بالعلم فقط، بل لا بد له من علم مع عمل. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه طريق الهجرتين، يقول: السائر إلى الله والدار الآخرة لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فلا بد له من قوة علمية وقوة عملية، أي لا بد له من العلم ومعه العمل. فإذا ذكرنا العلم وفضله وشرف أهله، فإن المراد بهم أولئك الذين أثمر علمهم عملا، لأن العلم هو ثمر، لأن العمل هو ثمرة العلم، بل العمل هو روح العلم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: روح العلم العمل. قال: روح العلم العمل، وإلا فهو عارية غير منتفع به. العلم بلا عمل فاقد لذلك الروح، فلا يكون منتفعا به، لأن العلم النافع هو العلم النافع في ذاته، والنافع بإثمار العمل، يتبعه صاحبه بالعمل. فينبغي أن نعلم أن ثمة تلازما وثيقا بين العلم والعمل، لا يكاد ينفك هذا عن هذا، تلازم وثيق. ولتعلم هذا التلازم الوثيق بين العلم والعمل، تأمل في قول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين. أما الأمر الأول في قوله فاعلم، أمر بالعلم، والأمر الثاني واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الأول أمر بالعلم، والثاني أمر بالعمل، لأن الاستغفار عمل، فأمره بالعلم وأمره بالعمل كذلك، فلا ينفك هذا عن هذا. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه لما ذكر هذه الآية، قال: باب العلم قبل القول والعمل. فبدأ بالعلم، باب العلم قبل القول والعمل، أي كلاهما مطلوب، لكن من حيث الترتيب العلم يكون أولا، والعلم يكون والعمل يكون مبنيا على ذلك العلم، فلا يكون علما مجردا بلا عمل، فلا بد من علم يتبعه عمل. فإذا قرأت في كتاب الله ورأيت آيات عظيمات يثني فيها رب العزة والجلال على أهل العلم، فإنما هو يثني جل وعلا على أهل العلم العاملين، على أهل العلم العاملين بعلمهم،
كما قال الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه، وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة بن دعامة رحمه الله: وإنه لذو عمل بالعلم، وإنه لذو عمل بالعلم. لما قال جل وعلا أيضا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ثناؤه على الذين يعلمون أي يعملون بعلمهم أيضا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ثناؤه على العلماء وأنهم أخشى الناس لله جل وعلا، إنما أولئك الذين تعلموا وعملوا بعلمهم. فلا بد أن يكون ثمة هذه الثمرة العظيمة التي يروح العلم بعده، فيتعلم الإنسان ويعمل بعلمه فينال تلك فينال ذلك الثناء العظيم في الكتاب والسنة، والتنويه بشرف حملة أهل العلم والمتعلمين لعلم الكتاب والسنة. ولا شك أن المسلم يحرص على الأمرين، يحرص على أن يتعلم ويحرص على أن يعمل بالعلم، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. فإنك إن وجدته حريصا على العلم فإنما هو في صورة العلم فقط ولا حقيقة لذلك العلم، لأن أكثرهم لا يتبع ذلك العلم بالعمل. وفي هذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر، قال: ومنهم، وقد أشار قبل هذه الكلمة إلى أن أكثرهم، قال: ومنهم من هو واقف على صورة العلم، من هو واقف، قال، على صورة العلم غافل عن المقصود والعمل، غافل عن المقصود والعمل. فلا يكون الإنسان المتعلم عالما حتى يكون عاملا بعلمه، لا يكون ربانيا وقد حصل ما حصل من العلم حتى يكون عاملا بذلك العلم الذي تعلمه. يقول علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه: يا حملة العلم، اعملوا به، فإن العالم من عمل ثم عمل، من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. هذا هو العالم حقا وصدقا، الذي يتعلم ويعمل بالعلم، هذا هو الرباني الذي يتعلم ويعمل بالعلم. أقسم الله جل وعلا في كتابه في سورة العصر، أقسم بالعصر على أن جنس الإنسان في خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من استثناهم الله جل وعلا. والعصر، وإذا أقسم الله جل وعلا على أمر فهذا يدل على عظمه وعلى التنويه به وعلى خطورة ما هو مذكور فيه في هذه السورة العظيمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان أي جنس الإنسان، أي كل إنسان في خسر، الخسر محيط به. ولهذا قال جل وعلا: في خسر، وفيه ظرفية، ولم يقل إن الإنسان لخاسر. فقوله جل وعلا إن الإنسان في خسر هذا أبلغ، لأن الظرفية هنا تدل على أن الخسران محيط بالإنسان من كل الجوانب، كما يحيط الظرف بالمظروف، لما يكون الماء في الكأس الكأس يحيط بالماء من كل الجوانب، كذلك الخسران محيط بنا من كل الجوانب، ولا ينجو من هذا الخسران إلا من استثناهم الله جل وعلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا. وهذا الإيمان إنما يكون بعلم، هذا الإيمان إنما يكون بعلم، فهو فرع عنهم ولا يتم إلا به، كما قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. والعلم والإيمان يتعلم، كما قال أحد الصحابة: كنت تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن فازددنا به علما، تعلمنا الإيمان. فالإيمان يتعلم، إلا الذين آمنوا هذا علم، وعملوا الصالحات العمل بعد العلم. فيتعلم المرء ويعمل، فإن من جملة ما ينبغي أن يتحلى به المرء من الصفات والخصال حتى ينجو من الخسران أن يكون متعلما وأن يكون عاملا بعلمه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، داعيا إلى الخير وصابرا على الأذى الذي قد يتلقاه من جراء دعوته إلى الله سبحانه
وتعالى. فهذا يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية بالعمل كما اهتمت بالعلم أيضا. ولهذا تجد علماء الإسلام الذين صنفوا في فضل العلم وفي شرف أهله صنفوا كذلك فيما يتعلق بهذا الموضوع وهو العمل بالعلم. الخطيب البغدادي رحمه الله له كتاب اقتضاء العلم العمل، والإمام ابن عساكر رحمه الله له كتاب عنون له بذم من لا يعمل بالعلم، ذم من لا يعمل بالعلم. وكذلك الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء تلك الرسالة النفيسة ضمن فيها هذا المبحث وهو العمل بالعلم، وذكر فيها من الآثار التي يذم فيها من لا يعمل بالعلم وجعله من علماء السوء والعياذ بالله. الحافظ أبو عمر ابن عبد البر المالكي رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عقد بابا جامعا في من لا يعمل بالعلم في ذلك الكتاب، فصنفوا في هذا الأمر لأنه أمر مهم، أمر مهم جدا. صنفوا في العلم وشرفه وفضله وشرف أهله، وصنفوا أيضا في هذا الباب، لأن الإنسان الذي يقرأ في كتب أهل العلم التي تدل على فضيلة العلم وعلى شرفه ينبغي أن يعلم أنه لن ينال تلك الفضيلة ولا ذاك الشرف الحاصل لأهل العلم حتى يكون عاملا بعلمه، حتى يكون عاملا بعلمه. يقول ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم: واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم ما ذكر في فضيلة العلم وأهله فإنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين. ما ذكر في فضل العلم وأهله لا يكون لذاك الذي تعلم علما ولو حصل ما حصل، حفظ القرآن وحفظ سنة رسول الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين وحفظ غيرهما ثم تجده لا يعمل بذلك العلم، اعلم بأنه لا يدخل في من ذكر من أهل العلم أن لهم فضلا في الكتاب والسنة، لا يدخل في هؤلاء حتى يكون عاملا بذلك العلم. ولهذا يقول هنا ابن جماعة رحمه الله: إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين، العلماء العاملين. وهذه سمات العلماء الأبرار، من سمات العلماء الأبرار المتقين أنهم يعملون بعلمهم، يتعلمون ويعملون بعلمهم، هذا من سماتهم. وأما من سمات علماء السوء فإنهم لا يعملون بعلمهم، بضد العلماء الأبرار المتقين، علماء السوء لا يعملون بعلمهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم. تأمل أحسن الله إليك، علماء السوء قال جلسوا على باب الجنة دعاة في الظاهر للجنة يدعون إلى الجنة بماذا؟ بأقوالهم، لأن عندهم علم، يدعون إلى الجنة بأقوالهم، عندهم علم، ويدعون إلى النار بأفعالهم. قال ابن القيم: كلما قالت أقوالهم للناس هلموا أي إلى الجنة، قالت أفعالهم لو كان ما عندهم حق لكانوا أول المستجيبين، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. انتهى كلامه رحمه الله. فهم في الصورة أدلاء، عندهم علم فدعوا الناس إلى الجنة بأقوالهم، ثم هم لا يعملون بذلك العلم، لا يعملون بذلك العلم. ففي الحقيقة يدلون الناس، وفي الصورة يدلون الناس، وفي الحقيقة هم قطاع طرق، يخالف عملهم أقوالهم وعلمهم الذي تعلموه ودعوا الناس إليه. هذه من سمات علماء السوء الذين قال الله جل وعلا فيهم. ومن الناس، قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قوله مخالف لعمله، أو عمله مخالف لقوله الذي هو في الظاهر والعياذ بالله. وأمثال هؤلاء خطر على الناس الذين هم في الصورة أدلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله، وفي الحقيقة هم قطاع طرق، خطر على الأمة وخطر على الناس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. منافق عليم اللسان، يتكلم ويحسن الكلام وقد يتكلم بالعلم، ولكنه من الذين لا يعملون بعلمهم، مخالف. ولهذا قال المنافق، والمنافق كما تعلمون يختلف باطنه مع ظاهره، في الظاهر ومسلم، وفي الباطن هو أصلا لا يقر بدين نبينا صلى الله عليه وسلم ولا برسالته ولا يؤمن بهذا الدين. كذلك هذا المنافق العليم اللسان تجد عمله يخالف قوله، والله المستعان. وفي أمثال هؤلاء يقول ربنا سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال فانسلخ منها، كما يسلخ الجلد عن الذبيحة، انسلخ من العلم الذي علمه الله جل وعلا، من الله عليه بالعلم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، علمناه علما، تعلم، ولكنه انسلخ من ذلك العلم، وانسلاخه من العلم بعدم العمل به، لم يعمل بذلك العلم. ولهذا يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: وهذه الآيات التي في سورة، في أواخر سورة الأعراف، وهذه الآيات، قال: وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به. فيها ترهيب في العمل بالعلم وترهيب من عدم العمل بالعلم، لأن الله جل وعلا ذكر عن هؤلاء الذين آتاهم علما فانسلخوا منه والعياذ بالله. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، أخلد إلى متاع الدنيا الزائل، واتبع هواه، وهذا أمر آخر. فأشار الله جل وعلا إلى صفتين من صفات أولئك الذين انسلخوا من العلم، أو ذكر جل وعلا سببين من أسباب عدم العمل بالعلم. أما السبب الأول وهو الركون إلى الدنيا والعياذ بالله، وإرادة حطامها الزائل، فلأجل ابتغاء الدنيا وابتغاء حطامها الزائل قد ينسلخ الإنسان من العلم، ويخالف عمله قوله، ويخالف عمله العلم الذي تعلمه، يخالف الآيات التي من الله جل وعلا بها عليه، فانسلخ منها. بسبب ماذا؟ أنه أخلد إلى الأرض، وخلوده إلى الأرض المراد به اتباع المصالح الدنيوية، ولو كانت على حساب المصالح الدينية، ولو كانت على حساب دينه، ولو كانت على حساب عقيدته، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فيبتغي الدنيا ويلهث وراءها كما يلهث الكلب والعياذ بالله، كما شبهه الله جل وعلا في هذه الآية: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذه هي صفته، بأنه دائم اللهث على الدنيا كالكلب في أخص صفاته، كما يقول العلامة محمد المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى: الكلب في أخص صفاته شبه به هذا الذي انسلخ من العلم من الآيات، لأجل أنه أخلد إلى الأرض، يلهث وراء الدنيا لهثا ولا يبالي بالعلم الذي سيكون حجة عليه والعياذ بالله. والأمر الثاني: واتبع هواه. اتبع هواه، والهوى لا شك أنه مهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث درجات. قال صلى الله عليه وسلم في بيانها، قال: فأما المهلكات، ذكر منها هوى متبع، شح مطاع وهوى متبع، وإعجاب امرئ بنفسه.
والشاهد قال هوى المتبع، والهوى إذا اتبعه الإنسان ضل والعياذ بالله، فإن هذا يتبع هواه ولا يتبع ما جاء في شريعة مولاه التي من الله جل وعلا بها عليه. عنده علم، ليس جاهلا بعدم علمه، بل عنده علم، ولكن بسبب الهوى حاد عن ذلك العلم، فتجد عمله يخالف قوله ويخالف العلم الذي تعلمه، يخالف تلك الآيات التي من الله سبحانه وتعالى بها عليه. فهذا من الأمور الشنيعة الخطيرة التي ينبغي أن يفقهها كل مسلم. وإذ أذكر أيها الإخوة، علماء السوء والعلماء الأبرار، لا يعني أن هذا الأمر إنما هو خاص بالعلماء فقط، إنما هذا يعم كل مسلم. أي مسلم تعلم علما فإنه يجب عليه، مما يجب أن يعمل به يجب عليه أن يعمل به، فضلا عن أن يكون عالما أو طالب علم. من عامة الناس يحضر درسا، يستمع خطبة إمام فيها وعظ وتذكير، فإذا به يسمع علما يجهله، فإذا به ينبه إلى أمر محرم هو واقع فيه فقد تعلم الآن، يجب عليه أن يعمل بذلك العلم، يجب عليه، وإلا كان داخلا فيما نتكلم. فالأمر ليس خاصا، وإن كان شديدا على العلماء علماء السوء، ويكون شديدا على حسب ما تعلم الإنسان وعلى حسب ما كان مفرطا في العمل بذلك العلم، لكن كل مسلم مطالب إن كان العلم الذي تعلمه يجب عليه أن يعمل به، وجب عليه أن يعمل به. فإذا بك تقرأ في كتاب الله وتسمع الأوامر وتسمع النواهي في كتاب الله جل وعلا، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم اللازمة وتسمع نواهيه الجازمة، فإن الواجب على المسلم أن يستجيب، والواجب عليه أن يعمل بعد أن تعلم، والواجب عليه أن يعمل بعد أن تعلم. تقرأ في القرآن يا أيها الذين آمنوا أصغي إليه سمعك، فإنه خير تؤمر به أو تنهى عنه. فإنك إذا قرأت قول الله جل وعلا مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، علمت من فقه هذه الآية أن سوء الظن محرم، فإن الواجب عليك بعد هذا العلم أن تعمل به، وأن لا تسيء الظن بإخوانك، لأن ربك نهاك وقد تعلمت، فتعمل بهذا العلم. وهكذا بكل مسألة من المسائل تتعلمها لازم عليك العمل بها وحتمي، وجب عليك أن تعمل بالعلم، وإلا كنت داخلا في ذلك الوعيد الشديد الذي جاء في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، في أدلة تدل على خطورة هذا الأمر الشنيع، على خطورة عدم العمل بالعلم. من أدلة القرآن قول الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وإن كانت الآية في سياق التكلم عن حال بني إسرائيل، فإنها عامة في ذم كل من لا يعمل بعلمه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، لا تعملون به ولا تأتمرون به، تأمرون الناس ولا تأتمرون به وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. العاقل إذا تعلم شيئا ونفع به إخوانه فإنه يكون أول المنتفعين به، هذا العاقل يكون أول المنتفعين به، عاملا بذلك الذي يعديه إلى غيره من الخير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: والغرض أن الله ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. كانوا يأمرون بالخير وهذا شيء طيب، ولا يفعلونه، فسياق الذم هنا لأجل أنهم لم يعملوا بذلك العلم، لم يعملوا بذلك العلم. ومن الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فإذا نهيتكم عن شيء
فأنا أول المنزجرين عنه. وهكذا شأن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى الذي من الله جل وعلا عليه بالعلم، يكون مجاهدا لنفسه على أن يعمل بذلك العلم، وألا يكون هو أول المخالفين لما يأمر به الناس أو ينهاهم عنه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذا هو شأن المصلحين في الأرض، المصلحين لعباد الله جل وعلا. فهم أولا مصلحون لأنفسهم، مصلحون لغيرهم. وهكذا أيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فهذه الآية بعموم لفظها تدل على ذم الذي يخالف عمله قوله. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى: لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة لأقوالكم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ قال رحمه الله: لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بأعمالكم، لا تصدقونه بأعمالكم، لأن العمل هو ثمرة ذلك العلم، لأن العمل هو روح ذلك العلم، لأن العمل هو الذي يدل على صدق تعلم المرء وابتغائه بالعلم وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية جاءت في سياق ذم الذين لا يعملون بعلمهم والعياذ بالله. وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تدل على خطورة عدم العمل بالعلم، أن يتعلم المرء ثم لا يعمل بعلمه، من ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولآتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. دعا الناس، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أدى واجب الدعوة، ولكن كان هو أول المقصرين، كما قصر هؤلاء الذين دعاهم، بعض الذين دعاهم قصروا أيضا، فدخلوا النار معه والعياذ بالله، لأنهم يجتمعون عليه فيقولون ألم في النار، فيقولون ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي أنهم هم ممن بلغهم ذلك الأمر وذلك النهي، ولكنهم لم يعملوا به، فكانوا من أهل النار. وهو الذي كان يدعوهم أعلم الناس، آتاه الله علما، آتاه الله الآيات، فإذا به يقر بنفسه وهو في النار: كنت آمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. فكان في هذه الصورة البشعة في نار جهنم مفضوح حتى دار عليه أهل النار، تندلق أقتاب بطنه، تخرج أمعاؤه، ويدور بها في النار كما يدور الحمار حول الرحى. فالحديث يدل على خطورة عدم العمل بالعلم، على خطورة عدم العمل بالعلم. يتعلم الإنسان فإذا به لا يعمل بذلك العلم فلا ينفعه ذلك العلم يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، لا ينفعه ذلك العلم الذي من المفروض هو طريق إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم هو طريق إلى الجنة، العلم هو الذي يفوز به المرء الفوز العظيم بأن يدخل الجنة ويزحزح عن النار، لكن أي علم أيها الإخوة؟ العلم النافع، العلم الذي أثمر العمل، علم الكتاب والسنة الذي أثمر عملا، وإلا لم يكن كذلك. فهذا ما نفعه علمه، ما نفعه ما كان عنده من العلم من جهة معرفة الأوامر ومن جهة معرفة النواهي، إذ لم يلتزم ذلك، فكان على هذه الهيئة البشعة في نار جهنم والعياذ بالله. ومن الأحاديث التي تدل على هذا أيضا ما رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي
مررت ليلة أسري بي بأقوام يقرضون شفاههم بمقارض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. خطباء أمتك كما في رواية أخرى يقولون ما لا يفعلون، عذبوا بهذا. والمراد خطباء أمتك معلم الناس عندهم علم، والذي يعلم يعلم بعلم، هذا الأصل. الذي يعلم إنما يعلم بعد علم، لا يمكن أن يعلم الإنسان بجهل، لا يمكن الإنسان يدعو إلى الله على الجهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه يدعون إلى الله على بصيرة، أي على علم، يدعون على علم بعد التعلم، يدلون الناس على الخير ويعلمون الناس. أما الذي يدعو بجهل هذا غلط، لا يمكن إنسان يكون جاهلا ويقول أدعو إلى الله، كما تفعل بعض الطوائف، نقول نخرج في الأرض ونضرب ونبقى أياما ندعو الله جل وعلا، وهو من أجل خلق الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الخطباء هم ممن تعلم وعلم، ولكن عذبوا في النار والعياذ بالله، يعذبون، يقرضون تقرض شفاههم بمقاريض من نار. من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتي. ماذا فعلوا؟ يقولون ما لا يفعلون، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون، أي أنهم لا يعملون بعلمهم، عندهم علم لكن لا يعملون به والعياذ بالله. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه سبحانه وتعالى العلم النافع الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، لأن المرء إذا تعلم ولم يعمل فينبغي عليه أن يعد للسؤال جوابه، وهذا السؤال يوم يقف بين يدي الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، ومنها يسأل عن علمه فيما عمل، وفي رواية أخرى ماذا عمل فيما علم، والروايتان عند الإمام الترمذي رحمه الله. وهذا أيضا يدل على خطورة عدم العمل بالعلم. تتعلم علما فاعلم وفقني الله وإياك أنك ستقف بين يدي الله، فيسألك الله جل وعلا عن ذلك العلم، ماذا عملت في هذا العلم؟ العلم الذي تعلمته ماذا عملت فيه؟ هل علمت به أم لم تعمل به؟ هل ذلك العلم انتفعت به أم لم تنتفع به؟ ولهذا كما قلت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا علما نافعا ويستعيذ به من علم لا ينفع. كان يقول في دعائه كما في الحديث عند مسلم رحمه الله اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع، من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. والشاهد أنه كان يستعيذ بالله العظيم من علم لا ينفع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي عند ابن ماجة رحمه الله قال سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. العلم النافع ما اجتمع فيه أمران، أن يكون نافعا في ذاته، علم الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون علما يثمر عملا، فهذا هو العلم النافع. يقول الإمام أو الأمير الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى عن قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من علم لا ينفع، قال لعدم العمل به أو لأنه علم غير نافع في نفسه. علم غير نافع إما لعدم العمل به أو أنه علم غير نافع في نفسه. وهكذا يقول المناوي رحمه الله أيضا العلم غير النافع، قال وهو ما لم يؤذن في تعلمه شرعا أو ما لا يصحبه عمل. الأول لا يؤذن، لم يؤذن في تعلمه شرعا، والثاني لا يصحبه عمل، وهذا هو الشاهد. فإذا سألت الله جل وعلا اللهم إني أسألك علما نافعا
والمرء أيها الإخوة يكون كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعين بالله، استعانتك بالله منها أن تلتجي إلى الله وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسددك. لما تسأل الله بهذه الدعوة الكريمة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك علما نافعا، ولما تسأل بهذا الدعاء الآخر، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، فتسأل الله علما نافعا وتستعيذ بالله من علم لا ينفع، أنت تستعين بالله جل وعلا على ذلك. فينبغي عليك أيضا أن تحرص على ما ينفعك، ومن ذلك أنك إذا تعلمت علما مما يجب أن يعمل به، يجب عليك أن تعمل به، يجب عليك أن تعمل بهذا العلم. هذا من اتخاذ الأسباب، وهذا من الحرص على الخير، على نيل العلم النافع الذي تسأل الله جل وعلا إياه، كما علمك نبيك صلى الله عليه وسلم في كل صباح كما ذكرت آنفا، يقول عليه الصلاة والسلام بعد الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا. ليس أي علم، العلم النافع، العلم النافع الذي يصحبه العمل، العلم النافع الذي أذن في تعلمه شرعا، العلم النافع الذي يورث أدبا وخلقا، هذا العلم النافع الذي يتعلم وتحرص على تعلمه. وإذا تعلمته تعمل به حتى لا يكون ذلك العلم حجة عليك يوم القيامة. هذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على خطورة هذا الأمر الشنيع الفظيع، عدم العمل بالعلم. واعلم رحمني الله وإياكم أن عدم العمل بالعلم هو من كبائر الذنوب. الحديث السابق، حديث أسامة في الصحيحين وحديث أنس عند الإمام أحمد، يدلان على أن عدم العمل بالعلم كبيرة من كبائر الذنوب، لأن صاحب ذلك يعذب في النار، ذكر له الوعيد الشديد. وتعلمون أن الذنب الذي يذكر الوعيد على عدم فعله، أو الذنب الذي يذكر الوعيد على فعله، هو من كبائر الذنوب كما قرر أهل العلم. فعدم العمل بالعلم هو من كبائر الذنوب. ذكر هذا ابن حجر الهيتمي في الزواج عن اقتراف الكبائر، الهيتمي بالتاء وليس الهيثمي المحدث، في الزواج عن اقتراف الكبائر ذكر بأن عدم العمل بالعلم من كبائر الذنوب. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في إعلام الموقعين لما ذكر الكبائر قال: ومنها عدم العمل بالعلم، ومنها عدم العمل بالعلم، أي أن هذا يعد من كبائر الذنوب والعياذ بالله، التي ينبغي للمرء أن يحرص على أن لا يقع فيها، فهي أمر شنيع. الكبائر ليست صغائر، الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. نزلت هذه الآية في الرجل الذي قبل امرأة أجنبية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسكت صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه هذه الآية التي في سورة هود، في أواخر سورة هود، فقال: أصليت معنا؟ يعني هذه الصلاة. فقال: إن الحسنات يذهبن السيئات، فإن فعل الحسنة يذهب السيئة، لكن هي صغائر الذنوب. أما الكبائر على الصحيح من أقوالها للعلم فإنها تحتاج إلى توبة، توبة نصوح إلى الله سبحانه وتعالى. إلا كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد يعظم عمل صالح عند الله جل وعلا فيقوى حتى على تكفير كبيرة من كبائر الذنوب. لكن المرء يخاف على نفسه أن يلقى الله جل وعلا بهاته الكبيرة، ومن لقي الله بكبيرة، فعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء الله غفر له فنجاه، وإن شاء عذبه على هذا الذنب الذي اقترفه. فحذار حذار من هذه الكبيرة التي يغفل عنها كثير من المسلمين، وهي عدم العمل بالعلم، والله المستعان. إن الواجب علينا جميعا أن نجعل هذا نصب أعيننا في جميع حياتنا، مجاهدين لأنفسنا على التعلم، تعلم العلم الذي ينفعها في الدنيا والآخرة، مجاهدين لأنفسنا على العمل بذلك العلم، على العمل بذلك العلم حتى نسعد به في الدنيا والآخرة. ويعد المرء بعد ذلك إلى غيره، فيدعو الناس ويعلمهم مثل هذا العلم النافع الذي انتفع به
وجاهد نفسه على أن يكون أول المنتفعين به، فهذا يكون ربانيا، هذا يكون إماما بإذن الله جل وعلا يقتدى به في الخير، الذي يعلم ويعمل ويدعو ويصبر وكان عنده اليقين مع الصبر، فإنه يكون إماما يقتدى به في الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون ربانيا كما يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فإننا إذا عملنا بالعلم الذي نتعلمه وجاهدنا أنفسنا على ذلك جنينا خيرات عظيمة. إن من أول الثمرات والخيرات التي نجنيها أن يكون هذا العلم حجة لنا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. هذا علم القرآن حجة لك أو عليك. من تمسك بالقرآن وعض عليه بالنواجذ، تدبره وأدرك ما فيه من الأحكام، وعمل بأوامره وانزجر عن نواهيه وتأدب بآدابه، كان القرآن حجة له يوم القيامة، لأنه قرأ القرآن أو حفظ القرآن وأقام حروفه وحدوده. وأما الذي يقتصر على إقامة حروفه دون حدوده فيكون القرآن حجة عليه والعياذ بالله. وهكذا العلم الذي يتعلمه المرء ولا يعمل به فيكون حجة عليه، وإذا عمل به نجا من ذلك، فكان علمه حجة له يوم يلقى الله جل وعلا فيسأله: ماذا عملت فيما علمت؟ فإن الجواب يكون أنه عمل بذلك العلم الذي تعلم به، فينتفع بذلك العلم، ينفعه الله سبحانه وتعالى بذلك العلم. إن من الثمرات التي نجنيها أيضا من عملنا بعلمنا الذي نتعلمه أن نجانب بهذا العمل، أن نجانب طريق اليهود المغضوب عليهم، أن نجانب طريق علماء السوء، فإنهما يشتركان في عدم العمل بالعلم. اليهود مغضوب عليهم، عندهم العلم ولكنهم لم يعملوا بذلك العلم، بخلاف النصارى يعبدون الله جل وعلا بالجهل، يعملون بلا علم. ولهذا يقال: من عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود المغضوب عليهم والعياذ بالله. وكذلك تنجو بهذا من طريق علماء السوء الذين أشرت آنفا إلى قبح صنيعهم، وهو أنهم لا يعملون بعلمهم، انسلخوا من ذلك العلم. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه صفات علماء السوء الذين كما قال فيهم ابن القيم رحمه الله: يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعون إلى النار بأفعالهم، فأعمالهم تخالف أقوالهم، عملهم يخالف العلم الذي تعلموه. أما إذا تعلمت فعملت بذلك العلم، فاعلم أنك مجانب لطريق هؤلاء الذين هم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة هم قطاع طرق، وهم ممن حذر منهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم ممن أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أنهم سبب شر في الأمة، كما قال ذلك لحذيفة رضي الله تعالى عنه حين سأله عن خير هل يكون بعده شر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وذكر صلى الله عليه وسلم أقواماً من بني جلدتنا هم علماء سوء والعياذ بالله. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة منهم، وهو تحذير لجميع الأمة منهم. فاعلم أنك تخالف هؤلاء وتجانب طريقهم إذا كنت عاملاً بالعلم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليك. وكذلك من ثمرات تعلم العمل بالعلم أن المرأة إذا عمل بعلمه يتذوق حلاوة العلم. محروم من حلاوة العلم من لم يعمل بعلمه، كان جامعا حافظا عالما غير عامل، فهذا لا يتذوق حلاوة العلم. الذي يعمل بعلمه يتذوق حلاوة العلم ويجد الخشية، فإن الصادقين من العلماء العاملين قال الله فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هؤلاء أهل العلم العاملون بالعلم الأبرار المتقون، كما قال ابن جماعة رحمه الله تبارك وتعالى. إن من ثمرات العمل بالعلم أن الإنسان ينجو من الجهل، ينجو من الجهل، لأن الجهل جهلان:
جهل بعدم تعلم الحق النافع، وجهل بعدم العمل بمقتضاه. ثمة جهل بعدم العلم، الذي لا يعمل هذا يقال لا يعلم، الذي لا يعلم يقال له جاهل، وكذلك الذي يعلم ولكنه لا يعمل بعلمه فإنه أيضا جاهل، لا فرق بينهما. لما ذكر ابن القيم رحمه الله الذي لا يعمل، الذي لا يعلم الحق والذي لا يعمل بمقتضاه، قال فكلاهما جاهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة، أي لا فرق بينهما، بل إن الذي لا يعمل بعلمه أشد جهلا من الذي لا يعلم أصلا، لأن ذاك يكون علمه حجة عليه، وذاك قد يعذر بجهله في أحوال. الذي لا يعلم هذا جاهل وقد يعذر بجهله، لكن الذي عنده علم ولا يعمل به هذا جاهل، ولكن جهله شنيع، لأن هذا لا يعمل بعلمه وعنده علم يكون حجة عليه يوم القيامة. ولهذا يقول قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أجمعوا على أن كل ما عصي الله جل وعلا به فهو جماع فهو جهالة. وقال غيره، غير قتادة رحمه الله، أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن كل من عصى الله فهو جاهل، على أن كل من عصى الله فهو جاهل. فلا تتصور أن الجاهل هو الذي لا يعلم فقط، بل الذي يعلم ولو كان عنده علم غزير كثير ولكن لا يعمل بعلمه فهو جاهل، والله المستعان، بل هو أشد جهلا من الآخر، أشد جهلا من الآخر والله المستعان، لأن هذا يكون علمه حجة عليه كما أشرت، لأن هذا هو من أول من تسعر بهم نار جهنم، من كان عنده علم ولم يعمل بعلمه، أول من تسعر بهم نار جهنم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثلاثة: صاحب القرآن، ومقاتل، ومنفق. أما صاحب القرآن هو الشاهد، فإذا وقف بين يدي الله جل وعلا يسأل فيقال له ماذا عملت فيما علمت، كما في رواية الترمذي، ماذا علمت فيما علمت، عندك قرآن عندك علم ماذا عملت فيه، فهو يقول إني تعلمت القرآن في الله سبحانه وتعالى وعلمته في الله سبحانه وتعالى. فيقول الله جل وعلا كذبت، وتقول الملائكة لو كذبت، ثم يقال إنما قرأت ليقال قارئ، تريد عرض من الدنيا، أخلد إلى الأرض كما في الآية السابقة، هذا من أسباب عدم العمل بالعلم، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يريد الدنيا، يريد أن يثني عليه الناس، يريد أن يقول الناس فلان قارئ، يريد أن يقول الناس فلان عالم، يريد أن يقول الناس فلان طالب علم، يريد أن يقول الناس فلان حافظ. أول من تسعر به نار جهنم. كذاك الذي ينفق فيسأل ربه عن إنفاقه فيقول ما من باب أبو الخير إلا أنفقت فيه، فيقال له كذبت، وإنما أنفقت ليقال الجواد. وذاك المقاتل قاتلت إنما ليقال الجريء فقط. فهؤلاء أول من تسعر به نار جهنم والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه يدل على أمر عظيم، يدل على خطورة عدم العمل بالعلم، فلا تستهينوا بهذا أحسن الله إليه، فاحذروا منه أشد الحذر. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وهو معه في البيت ليس معهما أحد، شفي الأصبحي رضي الله تعالى عنه يقول لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حدثني بحديث حدثكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثك به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أفعل، أي أحدثك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال حدثني به وأنا معه في البيت ليس معنا أحد. قال شفي فنشغ أبو هريرة نشغة، أي أغشي عليه قبل أن يحدثه، أغشي عليه نشغ نشغة، ثم لما أفاق قال أحدثك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. قال شفي فنشغ أبو هريرة نشغة مرة ثانية، الخطب عظيم وجسيم. ثم في المرة الثالثة يقول له أحدثك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فنشغ نشغة ثم بعدها أفاق. فذكر له هذا الحديث، حديث أول من تسعر به النار جهنم ثلاثة، ومنهم هذا الذي تعلم علما فيقال له ماذا عملت فيما علمت، وهو كاذب في جوابه فيقال له كذبت، فيسحب إلى نار جهنم والعياذ بالله. أول من تسعر بهم النار، عالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن، أول من تسعر بهم النار، عنده علم لا يعمل به. ولهذا تعلم لماذا وقع هذا لأبي هريرة هذا الحال، لينشغ نشغة ما استطاع أن يذكر الحديث، لعظمه، لعظم الأمر الذي فيه. وهكذا يأتي شفية فيحدث معاوية رضي الله تعالى عنه بالحديث الذي سمعه من أبي هريرة، فيقول معاوية إذا فعل بهؤلاء كذا هكذا فكيف بمن بقي من الناس. قال فبكى معاوية بكاء شديدا. إذا كان هؤلاء الذين في الظاهر عالم عنده علم، وهذا قارئ القرآن، والثاني متصدق عنده أموال ينفق، والثالث جاد بنفسه يقاتل حتى يموت، فإذا بهم أعمالهم أعمال جليلة، تقرأ في فضائلها في الكتاب والسنة، هي من أعظم أسباب دخول الجنة، أعمال عظيمة عند الله. لكن العمل يا إخواني إذا لم يخلص فيه العبد لله ما ينفع، يضر، يتركك الله جل وعلا وذلك العمل. وانظر إلى من أشركت مع الله جل وعلا، انظر إلى من فعلت هذا العمل لأجله، هل تجد عندهم جزاء؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرائين الذين يراؤون بأعمالهم، الشرك العظيم الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، الشرك الخفي، الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، ذكر هذا المثال صلى الله عليه وسلم. المراؤون يوم القيامة يقفون بين يدي الله فيقول لهم جل وعلا اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا، هل تجدون عندهم جزاء؟ المخلصون يجدون جزاء عند الله، يجازيهم ربهم جل وعلا بجنة عرضها السماوات والأرض، الذين عملوا العمل الموافق لسنة رسول الله المخلصين فيه لله سبحانه وتعالى، يجدون جزاء عند الله جل وعلا يدخلهم الجنة. فإن من أعظم ما ينجي من النار توحيد الله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، بخلاف هؤلاء أعمالهم جليلة في الظاهر ولكنهم تغوا بها الدنيا، لكنهم تغوا بها الدنيا الدنية والعياذ بالله، فكانوا أول من تسعر بهم النار. فلهذا لا تستغرب حال أبي هريرة وهو يحدث بهذا الحديث، وحال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن من ثمار العمل بالعلم أن ينجو الإنسان من الجهل، أن ينجو الإنسان من الجهل فلا يكون في زمرة الجاهلين. وكذلك من ثمرات العمل بالعلم أنه من أعظم ما يحفظ به العلم. كان السلف رضوان الله تعالى عليهم يستعينون على حفظ الحديث وحفظ العلم بالعمل به، كما جاء في أثر عن الشعبي وكذلك عن وكيع رحمه الله تبارك وتعالى، كانوا يستعينون على حفظ العلم بالعمل به فيعملون به، فضلا على أنهم ينجون من الجهل. فلا يزال العالم جاهلا كما يقول فضيل بن عياض، لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بالعلم. فإذا بهم يبتغون أمرا آخر، ينجون من الجهل بعملهم بالعلم ويحفظون به العلم، يستعينون بالعمل على حفظ العلم. تأمل أحسن الله إليه في الإنسان، مثلا نظري مثلا بالصلاة وما يتعلق بأذكارها، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أذكارا كثيرة في الصلاة، بل أذكارا متنوعة في الموضع الواحد يفعل المرء ويقول أي واحد منهم. ولنقل ما يتعلق بالتشهد، ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم التشهد بصيغ متنوعة، فإن المرء إذا واظب، أقول أولا إذا حفظ تلك الصيغ الذي روي من طريق ابن مسعود، والذي روي من طريق ابن عباس، والذي روي من طريق عائشة، والذي روي من طريق أبي موسى، يحفظ أنواع التشهد الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي روي من طريق عمر رضي الله تعالى عنه،
يحفظها حفظاً، فإذا به في صلاته مثلاً يلتزم بالتشاهد المروي من طريق ابن عباس، يواظب على هذا في جميع صلاته، كأن هذا ما عمل بالعلم الآخر الذي تعلمه، فإذا به لو تذاكره تجده ينسى ما حفظه من أنواع التشهد الأخرى. فرق بين هذا وبين من ينوع في التشهد، تجده مثلا في صلاة الفجر تشهد بالتشهد المروي عن ابن عباس، وفي الظهر تشهد بالتشهد المروي عن عمر، وفي راتبة الظهر تشهد بالتشهد المروي عن عائشة، وهكذا في يومه ينوع. وهذا التنويع فيه فائدة كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أولا من فوائده أنك بهذا تحيي السنة، ومن فوائده أن هذا يعينك على الخشوع في الصلاة، لأنك لما تأتي للتشهد تقول أي تشهد الآن، وهذا في نفسك أي تشهد، قال تشهد بتشهد المروي عن عمر أو المروي عن ابن عباس، وهذا يعينك على التدبر، يعينك على الخشوع في صلاتك. وأيضا من فوائده أن عملك بالعلم الذي تعلمته يثبت لك حفظ هذا العلم، ولهذا كانوا يستعينون على حفظ العلم وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل به، متأسين بالصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالصحابة كانوا إذا تعلموا القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم لا تمر عليهم عشر آيات حتى يعملوا بها، يجدوا يتدبرونها وينظرون ما فيها من الأوامر أو من النواهي فيحرصون على العمل بها. فإن الإنسان إذا تعلم وعمل بعلمه هذا مما يستعين به على حفظ علمه، وأيضا ينال به خيرا آخر، وهو أن الله جل وعلا يزيده علما. ولهذا قيل من علم بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم، فضلا على أنه يثبت له ذلك العلم. من عمل بعلمه يثبت له ذلك العلم، هذا يستعين به على حفظ العلم، ويزيده الله سبحانه وتعالى علما، علم ما لم يعلم، يزيده علم ما لم يعلم. ولهذا قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو موضوع المحاضرة وأختم به، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه بقي ذلك العلم، بل وزاد الله جل وعلا صاحبه. أما إذا لم يعمل الإنسان بذلك العلم فضل على أن يكون العلم ذلك حجة عليه، لأنه علم غير نافع، ويكون صاحبه من جملة الجاهلين المتوعدين بنار جهنم، فإن ذلك العلم يوشك أن يرحل عنه، يذهب عنه ذلك العلم الذي تعلمه، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يقول مسألة العذر بالجهل في الأحكام الفقهية إذا وجد من يعلم الناس. مسألة العذر بالجهل في الأحكام الفقهية إذا وجد من يعلم الناس، هذا فيه تفصيل كبير، وأنصح إخواني بأن يقرأوا ما قيده شيخنا محمد علي فركوس في رسالة عنونا لها بالعذر بالجهل. وإن من الحالات ما لا يعذر فيها الإنسان بجهله، أن يفعل أمرا محرما في بلاد المسلمين وهل العلم متوافرون، وأمر مما اشتهر عند الناس تحريمه ومعرفة أنه من كبائر الذنوب، كالذي مثلا يتعاطى الربا ويقع في معاملات يعلم بأن الربا محرم ولكن لا يعلم صوره، فإذا به يقع في محرمات في معاملات الربا وأهل العلم متوافرون عنده، فهذا إذا وقع في ذلك يتوب الله جل وعلا، من جهة أنه لم يسأل أهل العلم، من جهة أنه لم يسأل أهل العلم عن مثل هذه المعاملة التي فعلها. فبعض الأحكام الفقهية كما يقول السائل قد لا يعذر فيها الجاهل بجهله مع توافر أهل العلم. والمسألة كما قلت فيها تفصيل ينبغي أن تذاكر. وأنبه إخواني لأن هذه المسألة، مسألة العذر الجهل، من المسائل الخطيرة، هذه من المسائل الخطيرة التي لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ، لطالب العلم الذي لم يرسخ في هذا العلم، أن يدخل في غمارها مطبقا لها على الناس. فإن الإنسان مهما بلغ
من علم في هذا، فالأفضل والأسلم له أن يسأل المسائل العينية التي قد تدخل في هذه المسألة، مسألة تعذر بالجهل، يسأل فيها أهل العلم. الله أعلم. هذا السائل يسأل عن حكم المدح أمام الشخص، يعني مدحه في وجهه. المدح كما قيل الذبح، المدح الذبح، فإن المرء إذا مدح أخاه في وجهه فإنه قد ذبحه كما جاء في الآثار، فإنه قد ذبحه، من جهة أن هذا المدح قد يدخل العجب على صاحبه ويظن بأنه قد وصل فيثبطه عن العمل. فإذا مدح هذا في وجهه وقيل فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فإن هذا قد مدخل من المداخل التي قد يدخل منها الشيطان، والموفق من وفقه الله وسلم من ذلك. يدخل الشيطان من هذا الباب فيقول يا فلان الناس يمدحونكم، ألم ترى ماذا قيل فيك؟ قيل فيك كذا، أنت وصلت، أنت الآن بعملك وصلت، بلغت، دخلت الجنة. فإذا به يكون ذلك المدح سببا في تثبيطه عن العمل وزيادته، ولهذا قيل المدح الذبح. فيحسن بالمرء ألا يمدح إخوانه في وجهه، وإن كان ذلك المدح بحق، وإن كان أقول ذلك المدح بغير حق فهذا شنيع. إذا كان المدح بغير حق كما كان معروفا عن الشعراء يبتغون عرضا من الدنيا فيأتي الأمراء ويمدحهم بشعرهم ويقول فيهم يبتغي صرة من الدراهم، ولو كان الممدوح ليس فيه ما ذكر لكن هو يريد ماذا عرضا من الدنيا، فهذا أشنع وأخطر. ولو مدح الرجل بما فيه وهو أهل للمدح، الأسلم له أن يحرص على إيقافه. ولو فعل ما فعل في السنة إذا مدح الرجل في وجهه أن يأخذ حفنة من التراب فيلقمها الرجل. بعض العلم قال إن الحديث على ظاهره، أن يأخذ حفنة من التراب ويلقيها على وجه من مدحه، وبعض العلم قال المراد به أن يسكته عن ذلك. ولقد رأينا كثيرا من أهل العلم، وهذا خاصة في المحاضرات، يقدم لهم مقدم فيصير الرجل يمدحه أو يقول فيه شعرا، فكانوا لا يرفضون ذلك. ومن أمثلة ذلك ما وقع للشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، قبل أن يشرع في محاضرته قدم له مقدم فشرع في قراءة قصيدة يمدح فيها الشيخ ويجعله في منزلة هو أهل لها رحمه الله، ولكنه لم يرتضي ذلك وأسكته. وهكذا الشأن، أن الإنسان إذا سمع من يمدحه يقول له اسكت، أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول نحن مجموعة من الأخوة نتدارس يعني بعض الكتب، وهناك من ينكر علينا وقال لابد أن تتدارسوا عند أحدهم ليكون مزكى عند أهل العلم. فرق يا إخوة بين المدارسة وبين التصدر. لعل فعل السائل وإنكار المنكر لا يجتمعان. فرق بين التصدر، التصدر الذي يتصدر في مجلس ويعلم الناس، هذا ينبغي أن يكون متعلما، وينبغي أن يرشده أهل العلم ممن تعلم عندهم إلى أن يعلم، إلى أن يعلم الناس، وأنه أهل لتعليم الناس. هذا التصدر ينبغي أن يكون بعد هذا الذي ذكرت، ولا يأتي مبتدئ يحفظ شيء من العلم يتصدر المجلس فيعلم الناس. وفرق بين المدارسة، يجتمع طلبة العلم ولو كانوا مبتدئين يقرؤون في كتاب، يقرؤون في شرح من الشروحات، اجتمعوا في بيت من البيوت مثلا قال نتدارس كتاب التوحيد، نقرأ في القول المفيد الإمام ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فهذا يقرأ المتن وذاك يقرأ الشرح، ثم يجتمع كل واحد منهم ويقول عندي فائدة في هذا الموضع، ذكر الشيخ الفلاني في الشرح كذا، والآخر يقول ذكر الشيخ الفلاني في الشرح كذا. مثل هذه المدارسة نافعة، هذه المدارسة نافعة جدا. كان شيخنا الشيخ محمد علي فركوس ينصحنا بها أيام كنا في الجامعة، ينصحنا أن نتدارس فيما بيننا إذا كنا في الحي الجامعي، نقرأ كتابا على هذه الطريقة، هذا ليس فيها تصدر. ولو كان مثلا القارئ واحد، دائما واحد يقرأ وهذا يزيد فائدة وهذا يزيد فائدة وهذا يزيد فائدة مما قرأه من كتب الأخرى والشروحات الأخرى، هذا نافع جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا تنتفع به من جهة أنك بدلا أن تقرأ تسمع هذا الشرح وهذا الشرح، فإن أخاك هذا يكفيك المؤنة، قد سمع الشرح الفلاني فجاءك بفائدة وهذا بفائدة. فينبغي قبل أن ننكر على الإخوان أن ننظر يا إخوان هل هذا منكر حق أم لا، فإن من شروط إنكار المنكر
أن يكون ذاك الذي في الظاهر رأيته وقع في المنكر قد وقع فيه حقا وصدقا، فإن هذا من الأمور المهمة لا تنكر على الناس حتى تعلم بأنهم قد وقعوا في المنكر حقا. إذا رأيت مثلا الرجل في نهاية رمضان يأكل، تذهب إليه وتشنع عليه وتقول أنت تأكل رمضان وأنت وقعت في كبيرة وأنت في كذا وفي كذا، ثم يقول لك فلان أنا مسافر، ولا يقول لك فلان أنا مريض، الله جل وعلا أباح لي أن أفطر. لا، قبل أن تنكر عليه ينبغي أن تعلم أنه قد وقع في المنكر، فقبل أن تأتي الإخوة وتقول لهم إن هذا ما يجوز الذي تفعله، هذا منكر، هذا منكر. نعم، إذا كان تصدق، لكن إذا كان مدارسة على الصورة التي ذكرت فهذه ينتفع بها الطلبة، يتدارسون ويقرؤون، وما أشكل عليه من أمور يقيدونها ويسون أهل العلم فيها فيستفيدون بها فائدة عظيمة. هذا سائل يسأل يقول: هل هناك مجاز في القرآن؟ وقع خلاف بين أهل العلم في ذلك، اختلفوا في المجاز هل هو موجود في القرآن أم لا، على قولين، لكن اعلموا علم يقين، اعلموا علم يقين، وأنا أتكلم عن أهل السنة والجماعة، عن أهل السنة والجماعة، أما أهل البدع من المعتزلة وغيرهم فلا اعتبار بقولهم. وقع الخلاف بين أهل العلم هل في القرآن مجاز، لكن أجمعوا على أنه لا مجاز في آيات الصفات، أجمعوا على أنه لا مجاز في آية الصفات، لأن الذي أدخل المجاز والذي قال بالمجاز في القرآن من البدع والأهواء كالمعتزلة وغيرهم إنما أرادوا بذلك تأويل الصفات، أرادوا تأويل الصفات، ولهذا أطبق أهل السنة والجماعة على أنه لا مجاز في آية الصفات، على الخلاف فيما بقي هل فيه مجاز أليس فيه مجاز والله أعلم. السؤال الأخير، هذا السائل يسأل يقول: هل يمكن القول أن من يعلم العلم ولم يعمل به دليل على عدم الإخلاص في الطلب؟ لا يمكن أن يكون هذا على إطلاقه، لأنه قد يتعلم العلم ابتداء، يتعلم العلم ابتداء ويخلص فيه لله سبحانه وتعالى، والشيطان كما قلت آنفا له مداخل على المرء، الشيطان لن يدعنا منذ أن ضره الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين، أقسم برب العالمين أنه يسعى إلى إغوائنا، والشيطان ينظر من أي طريق يدخل علينا، فإذا كان طالب العلم يتعلم يخلص لله جل وعلا في علمه، فإن الشيطان قد يأتيه من هذا الباب فيريد به فيوسوس له ويغويه لأجل أن يبتغي بعلمه شيء من الدنيا، قد يكون في الأول مخلص ولكنه يبتغي بعلمه بعد ذلك عرضا من الدنيا، ولكن قد يكون أيضا في الأول ابتداء هذا ما طلب العلم إلا لشيء من الدنيا، إلا لنيل المناصب، إلا لنيل الجاه، إلا لنيل متاع الدنيا عموما، قد يكون هذا في الأول، ولكن قد تجد من هو مخلص ثم يقع في حبائل الشيطان والعياذ بالله، يغويه الشيطان، فإذا به بعد أن تعلم وأخلص في تعلمه للعلم تجده ينقلب عليه الأمر فيقع في الهوى أو يخلد إلى الأرض فيتبع العالم السفلي كما يقول ابن السعدي رحمه الله والمصالح الدنيوية الدنية، فلا تجده عاملا بعلمه، لا تجده عاملا بعلمه. وقد يحكم على رجل يبتغي بالعلم مصالح الدنيا فيما يظهر عليه، فيما يظهر عليه وقد يفضح، لأن الأنس مغاريف القلوب، فيظهر على لسانه أن هذا العلم إلا إنما تعلمه لأجل هذه المصالح، ولهذا قد تجده مثلا يستدل بأدلة لأمر يلوي فيه عنق النصوص لأجل مصالح دنياه، لأجل الحفاظ على منصبه، لأجل الحفاظ على مكانته، فيخالف ما تعلمه وتجده يستدل استدلالا شنيعا فظيعا، وهو لا يريد بذلك إلا الدنيا فقط، لا يريد بذلك إلا المحافظة على مكانه. فلذلك أقول قد يخلص الإنسان في بداية طلبه للعلم فيأتيه الشيطان ويغويه ويقع في أمر شنيع، وهو أن يقصد بعلمه متاع الدنيا والعياذ بالله، فيظهر عليه أنه متبع لهواه، ويظهر عليه أنه أخلد إلى الأرض كما سبق أن ذكرنا في الآية التي في سورة الأعراف، ويكون غير عامل بعلمه. وقد يكون في الأول غير مخلص، في الأول غير مخلص، تعلم لأجل هذا فقط، مثلا قيل إن هذا العلم لو تعلمته حصلت به كذا وكذا من الدنيا،
فما جعل في 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 قلبه نية صالحة في أن يطلب العلم لله، وإنما طلبه لأجل أن ينال ما ذكر له. إذا حفظت هذا ولا حفظت هذا، قيل له إن هذا العلم لم يعرف به أحد في المنطقة، فقال أنا سوف أتعلمه وأحفظ متونه لأجل أن يعرف. هذا تعلم ما تعلم لله، تعلم لأجل أن يشتهر بهذا العلم ولأجل أن يعرف به، والعياذ بالله. نجانا الله جل وعلا وإياكم مسلمين بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقصد بعمله وجهه سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته. إن ربنا سميع الدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.